من أجل نصير بشور رح أحكي أتشارك معكم بتجربة يمكن كانت متواضعة بالعمل العام من أجل فلسطين بمشاركة العديد من إخواتي وزملائي في بعدة مجالات رح أتطرق لها. بالبداية يمكن منذ الطفولة الأولى بعام 1956 صار الاعتداء الثلاثي على مصر، ويمكن هذا كان أول تماس مباشر مع القضية الفلسطينية بالدرجة الأولى والقضية العربية بالدرجة الثانية. كان هذا بالبيت عنا، يمكن كانت دائما كان الراديو، ما كان في تلفزيونات، كان الراديو هو الأساس دائما موجود، نسمع الأناشيد ومنتابع مع أهلي بشكل خاص مجريات المعركة اللي كانت بمصر. فكانت وقتها كان مجال كتير عطانا حماس للمشاركة للمتابعة بهذه القضية، واعتبرنا أنه فعلا هي فلسطين هي كانت الأساس وكانت الهدف بحرب 56، واعتبرنا قيادة عبد الناصر هي قيادة متأمل أنها هي تقود هذه الأمة، ليس فقط بانتصارها بصد العدوان الثلاثي على مصر، وإنما أيضا في عودة فلسطين للعرب بعد ما كان صلى الله يمكن 9 سنين رايحة. فكان بعد عنا أمل كتير كبير أنه تستعاد. يمكن كانت هاي أول فترة، بهذه تلك الفترة كتبت يمكن أول مرة ب58 أو ب57، بعدها كتبت أول مرة شعر صغير، محاولة شعر طفولي وقتها عن عبد الناصر وعن ارتباطه بالقضية الفلسطينية وبالعروبة بهذاك الوقت. بعدين طبعا تخرجنا، بقيت المشاركة كانت فقط بالمتابعة. وبعدين خلصت من المدرسة، ما تخرجت وإنما رحت على الجامعة الأمريكية في بيروت، وهنيك يمكن التقيت أكثر بالعمل المنظم، أولا من خلال كبداية من خلال النوادي بالجامعة والانتخابات الطلابية اللي كانت كمان فيها اتجاهات سياسية اللي بتلعب الدور الأساسي، اتجاه يميني لبناني متشدد، وكان في اتجاه عروبي واتجاه تقدمي ماركسي يساري. بدأت على تماس مع الأشخاص اللي كانوا بهذيك المرحلة بيشتغلوا بشكل منظم، ولكن من خلال يعبروا عن حالهم من خلال الانتخابات الطلابية، وشاركت بالانتخابات الطلابية وقتها كمنتخبة وكمنتخبة، ودخلت كمجموعة برابطة اسمها رابطة الإنعاش القومي، وبلشنا نشتغل مع العمال بالجامعة ومح أمية وهيك. وبنفس الوقت كنت أشتغل، انضميت في تلك الفترة انضميت على حزب البعث، وبلشت أشتغل مع المناطق البعيدة عن لبنان، المناطق الفقيرة مثل برج حمود وكرب الزيتون، وكنا بلشنا نطلع على مخيم تل الزعتر، كان بداية شغلنا بمخيم تل الزعتر. بآخر 66 صارت حادثة مقتل جلال كعوش، اللي هو فدائي فلسطيني، أول فدائي فلسطيني يقتل تحت التعذيب بسجن لبناني. وقتها احنا بالجامعة كمجموعة كبيرة أخذنا باص ورحنا على عين الحلوة عند أهله نعزي فيه ونعلن تضامننا. فكانت هي مناسبة أولى، أول مرة بروح على مخيم، أول مرة بعرف شو معنات حركة فتح بشكل أساسي. وكنا كمجموعة قوميين عرب، يعني بعثيين وقوميين عرب ووطنيين بشكل عام، نزلنا ببوسطة كبيرة. وقت قالوا لنا أهله كيف شافوا جسمه في تعذيب وهيك. بعدين رجعنا على الجامعة
وكانت تحضيرات لحرب 67. كانت في فترة قبل الحرب كان في استعدادات بمصر وبشكل خاص بمصر، طلعت هالأغاني النشيد القومية استعداد للحرب. وإحنا بالجامعة صار في عنا تحركات كتير كبيرة، كان في مظاهرات تطلع طلابية داخل الحرم الجامعي، وكنا نهتف عشان فلسطين وعشان دعم يمكن لموضوع الاستعدادات للحرب. كان في مرحلة حتى في مرة استدعوا قوى الأمن دخلت على الجامعة وصارت تضرب بالناس، وبتذكر وقتها معن أخذوه ضربوه حطوه إجوا عم بضربوه، فإجا واحد عسكري قال لهم حلو يعني فكن عنه، وإحنا قاعدين عم نصرخ إنه لا لا ابعدوا عنه. فهاي وحدة كانت من الأشياء اللي كان لأول مرة في قوى أمن بتدخل على الجامعة الأمريكية وبتضرب طلاب، بتسمح للإدارة تضرب طلاب. بعدين طبعا صارت حرب 67، كنا بنص الامتحانات، وأنا بتذكر كنت عم بدرس، كنت بالهوستلز بالداخلي بالقسم الداخلي للبنات، سمعنا انه بلشت الغارة على فلسطين، بتذكر على مصر بالساعة 9:10 عرفنا. فطلعت فوق بتذكر على الكامبس، كان الطلاب حاطين اذاعة طلابية، وكان معن واقف على البلكون تبع جنب الاذاعة جنب سماعة الاذاعة وزعلان. فانا كنا طايرين فرح انه سقطنا 23 طيارة، كان هذا الخبر. فلما طلعت بقول له ليه زعلان اذا سقطوا 23 طياره؟ قال لي خسرنا الحرب. كان بعد الساعه 10 9:30، فبقول له كيف خسرنا الحرب؟ سقطوا 23 طياره. قال لي سقطوا 23 طياره معناته كم طياره دمروا لنا. فوقتها كان كثير يأسه مرعب، واحنا كلنا محمسين يعني. على كل حال احنا وقتها كنا مجموعه طلاب، كان في اتحاد النساء الفلسطيني عامل دورات، والصليب الأحمر عاملين دورات إسعاف أولي. فوقتها عملنا كنا عم نروح، رحنا أول مرة لدروس إسعاف أولية على أساس أنه خلص هلأ بلشت الحرب، فقلنا إحنا دور. وبعدها خلال 5 أيام كنا ناخد دروس إسعافات أولية، نشارك بالإذاعة الطلابية بالمظاهرات الطلابية بقلب الجامعة. بس لخلصت الحرب بعد 5 أيام صار في شغلة كتير غريبة بالجامعة. إحنا آخر مظاهرة عملناها قبل ما تخلص الحرب كانت جنب الهوستلز. إحنا السفارة الأمريكية كانت مواجهة للهوستلز، بيوت الطالبات بقلب الجامعة. فوقتها تجمعوا المظاهرة نزلت لهنيك، وإحنا صرنا نعبي أناني كوكاكولا نفضيهم من المشين ونحط فيهم كلينكس ونجيب بيرفيومز من الطلاب الطالبات ونعبيهم نحرقهم ونرميهم على السفارة. كانوا قنابل مولوتوف يعني كبدائية. فوقتها كنا ما بقي يمكن آلات الكوكاكولا كانت بالهوستلز، بكل واحد كانوا 3 هم كانوا نفضيهم، ما بقي يمكن أنينة بيرفيوم بكل الهوستلز نجمعها. فهلأ خلص هذا النهار، بآخر النهار كان ببلش منع التجول في بيروت، لأنه استقال وقتها عبد الناصر وصار في كتير حركة كبيرة بالشارع، فنعمل منع التجول. نزلت على الجامعة لقيت في اجتماع بنادوني انه في اجتماع ضروري كتير عند رئيسة قسم الداخلي بدهم اياكي ضروري كتير كتير. دخلت على الاجتماع، كانت عميدة الطالبات كانت أمريكانية ماري روبنسون، كانت مسؤولة الداخلي قسم الداخلي مسؤولة
القسم اللي أنا فيه، البناية اللي أنا فيها لأنه كانوا 3 مباني، والملحق الثقافي الأردني موجود هناك، وواحد تاني من السفارة الأردنية، 2. فدخلت قالوا لي إحنا في قرار إنك أنت لازم تتركي الجامعة. ليه؟ قال لي أنه فأجا قلت له أنت كيف تقبل الأردني؟ كيف تقبل أنت وزير ملحق ثقافي؟ كيف تقبل إن أنا أنه أترك الجامعة؟ لأنه أنت عم بتحرضي الطلاب على المظاهرات. قلت لهم الطلاب ما بدهم تحريض، منهم محمسين هم لوحدهم، ما بدهم تحريضي أنا. قال لا أنت لازم تطلعي. فأجا قال لي هو قال لي بليز بترجاكي تطلعي، أنا بوصلك، بعرف أنه بيقلدك. قلت له وين بدي أروح؟ قال لي نحن بنعرف، هن قالوا له نحن بنعرف أنه عنده بيت خال بالحمرة. فقال لي أنا بعرف بيت خالك بالحمرة، أنا بوصلك عليه. فقلت له أنت كيف تقبل؟ قال لي قبل ما تيجي هددوني بطلعوا كل الأردنيات، أنا شي 100 بنت أردنية وين بدي أروح فيهم؟ فقلت له قال بس حتى ما نكسر لهم قرارهم طلعي ليلة دامي هنيك وبكرة أنت بتنسخ بترجع بتدخلي. قلت لهم أوكي على شرط بطلع. لما قال لي هي قلت له أوكي بطلع على شرط. أول شيء البنات كلهم الصبح بيكونوا رايحين ياخدوا درس الإسعاف أولي بالصليب الأحمر. 2 أنت بتيجي بتوصلني، أنت بتدخلني زي ما أنت بدك تطلعني، أنت بكرة بدك تدخلني على الجامعة. قال أوكي. فرحت وصلني على بيت خالي فعلا. وطبعا بعد ما طلعت انا دخلوا بنات اردنيات كثير، وانا بتذكر يعني انا قالوا لي بعدين اعملوا لها عملوا قصه كبيره وانه كيف بتخلوها تطلع واحنا ما بنقبل بنطلع كلنا، فعملوا ضجه كثير كبيره. فاضطرت تتصل فيي عند بيت خالي مدير عميدة الطالبات انه انا قلت لهم طب خلص انا بروح بجيبها محل ما هي، مين بيعرف وين بيتها، انا هلا بجيبها. كان صارت الساعة 10 بالليل. فتلفنت لي وقالت لي انا متأسفة وكذا وهيك صار، وعلى كل حال احنا بكرة بنترك بالجامعة وانا اذا بدك بقدر اجي هنا اجيبك. قلت لها لا خلص انا وصلت بكرة الصبح بنزل على الجامعة، بس بكرة بده يكونوا البنات عم ياخذوا درس اسعاف اولي بالصليب الاحمر. اوكي. فتاني يوم حكيت معه وقفت على باب الجامعة ما قبلت أدخل، طلفنت له لملحق الثقافي الأردني قلت له أنت وعدتني وينك؟ قال لا أنا خلص أدخلي منك هنيك، أدخلي منك على الباب ما حدا حيقول لك لا. قلت له ما بدخل أنا ناطرتك بدك تدخل معي. فنطرته إجا ودخل معي بس هيك جوا على الجامعة وخلصت هيك القصة. فهي كانت مرحلة كثير مهمة إنه بعدها مباشرة طبعا صار في تهجير للفلسطينيين، سموهم النازحين وقتها بالتمييز عن اللاجئين. فإحنا تحولنا كطلاب على الاتحاد النسائي الفلسطيني اللي كان مركزه كتير قريب من الجامعة، مقابل الجامعة، وصرنا نجمع تبرعات للمهجرين. وبتذكر يومتها صادق جلال العظم كان معنا، كان وقتها عم نسمع خطاب عبد الناصر الاستقالة. تاني يوم صارت مظاهرات بمصر، تاني يوم رجع على الاستقالة، ثالث يوم كنا وقتها بعدنا عم نحمل غراض. فوقت صادق جلال العظم تعرف هو أستاذ كان فلسفة بالجامعة معروف كثير، فوقتها كمان كان يحمل معنا، يعني كانوا أساتذتنا يحملوا معنا الكياس الرز والسكر والتياب لحتى يتوزعوا على المهجرين اللي اسمهم كانوا نازحين اللي اجوا على مخيمات لبنان المختلفة. بعدين رحت على الأردن لأنك كنت أخذت البي اي وبلشتها. كان في كمان موضوع تاني اللي هو المهجرين النازحين، فكان في مخيم البقعة كان بعده منه مخيم، بمعنى المخيم ما في بنا، كانوا كلهم بعدهم خيام. فكنت أطلع كل يوم مع رفقات لإلي، نطلع كل يوم الصبح نعطيهم لبعض الظهر هيك المسوية، نوزع أكل وكانوا يطبخوا بالطناجر الكبيرة. بتذكر أكبر طناجر شفتهم أنا، فكان يقشروا بطاطا يعني أكل هيك من قريبه، كنا نوزعه على المهجرين بهذيك المخيم. فيمكن الواحد بلش اهتمامه الأساسي بمآسي فلسطين أكثر، خصوصا أنه شفنا بعيننا، ما شفنا القتل وقتها،
شفنا النزوح والتشرد، التخاذل الأنظمة بشكل أساسي، وال هيك والكرامة المهدورة بالنسبة للنازحين، وكمان شفنا تضامن كتير 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 حلو وتفاعل عربي خصوصا بين الشباب وبين الطلاب بهذه المرحلة. هلأ بعد 67، يمكن قبل 67 اقتصر شغلنا على هيك توزيع مرات بيانات، بيان أو بيانين لفتح بالليل أول ما تأسست، تحت نحطهم بعد الساعة 2 بكونوا ناموا كل الطلاب، نحطهم تحت البواب تبعوت الطالبات حتى يشوفهم بس لا يصحوا. بس بعد الساعة 67 بعتقد كل يعني صار طبيعة العمل شوي اختلفت. بعمان كان زي ما قلت ما تغير كتير، ولكن يمكن واحدة من الأشياء اللي أثرت علي هي بعد معركة الكرامة رحت في زميلة لإلي بالمدرسة اللي كنت أعلم فيها، نزلنا على الكرامة والتقينا وقتها بصلاح التعمري، عرفنا فرجانا كيف كانت صارت المعركة، ووقتها كمان أكدنا أنه كيف كان دور الجيش الأردني مساند لإلهم، وكيف اشتغلوا المقاومين الفدائيين وقتها بحركة فتح. وبعدين أخذونا على محل كان أبو عمار موجود، كنت أول مرة بشوف أبو عمار، فقعدنا سألنا كيف عن المعركة صارت، وصار يشرح لنا كيف صارت المقاومة وبسالة الشباب اللي كانوا يقاتلوا. وبعدين بلش الضرب، القصف الإسرائيلي، هجوم جديد، فطلب منا أنه لازم تركضوا بسرعة ترجعوا على عمان. يمكن هذا الزيارة لمعركة الكرامة والمقابلة لأبو عمار هيك عطتنا شعور هيك في التزام أكتر بهذا بالمقاومة بشكل عام كطريق للتحرير فلسطين وللارتباط أكتر فيها. فلما رجعت على بيروت لحتى أكمل الماسترز لشهادة الماجستير، وكانت فيها وقتها بدايات تأسيس جبهة التحرير العربية اللي بنبثقة كانت عن حزب البعث، فأنا طبعاً انضميت لإلها ببداياتها منذ البداية، وكنت مسؤولة التنظيم النسائي فيها. وبدأنا بالشغل مع المخيمات الفلسطينية بشكل مباشر ببرج البراجنة بشكل خاص، وكان مركز رئيسي للنشاط، تدريب كان فيه على سلاح، كنا عم ننشط مش بدائرة فلسطينية فقط، وإنما دائرة لبنانية فلسطينية عربية فلسطينية، كانت الهدف فلسطين إلها. يعني كانت تختلف كتير عن التنظيمات الثانية بأنه كانت مركزها الرئيسي منه بقلب المخيم، بخارج المخيم وبقلب المخيم، يعني كان في كتير تماس كتير قوي، يعني كانوا أعضاء التنظيم لبنانية وفلسطينية بنفس الوقت، أردنية وفلسطينية، فما كان في تمييز بيناتهم، ما كان في فرق بيناتهم. يمكن هاي لأنه منطلقات البعث كانت منطلقات قومية بتعتبر فلسطين هي قضية مركزية، هي القضية المركزية، وإذا ما كان شاركوا فيها العرب من الصعب إنها تتطور. أنا وقتها كنت عم بعمل الماجستير، وبنفس الوقت بلشت أشتغل في مركز الأبحاث الفلسطيني. اشتغلت بمركز الأبحاث الفلسطيني كباحثة، رحت التقيت بالدكتور أنيس صايغ، وكان عرف شو هي أطروحة الماجستير تبعيتي. كانت أطروحة الماجستير عن تعليم كتب التدريس اللي كانت يدرس فيها الطلاب العرب في فلسطين 48، بالقدس وفلسطين 48، كانت كتب التاريخ والتربية المدنية
والجغرافيا كانت هي موضوع أطروحة الماجستير، فعملت لها تحليل مضمون ونشره مركز الأبحاث الفلسطيني ككتاب بعنوان تشويه التعليم العربي في فلسطين المحتلة. بعد يعني نشر الكتاب قبل ما أناقش الأطروحة بالجامعة. فكان في بكل المناطق مظبوط، كان في مراكز للجبهة التحرير العربية بكل المخيمات، ولكن الموجودين بهاي المراكز كانوا عرب لبنانيين أردنيين وفلسطينيين، فكانوا مخلطين. يعني حتى التنظيم النسائي اللي كان موجود بقلب بالجبهة التحرير العربية كان يمكن بالدرجة الأولى لبناني وفلسطيني يعني. وكان في دورات تدريبية للنسائية، دورات عسكرية للتدريب على السلاح للنساء. وبعدين صار في المجال اللي كان تشتغل فيه الجبهة بخارج المخيمات، كان في نشاطات بالمناطق اللبنانية المختلفة لدعم هاي النشاطات ولدعم القضية الفلسطينية بالأساس ودعم المقاومة. واحدة من أهم النشاطات يمكن اللي صارت هي كانت بمنطقة جبيل، بمدينة جبيل، لأنه هنيك عملنا وقتها بتذكر بال69 عملنا معرض كبير بدير، كان مجموعة كبيرة من الشباب اللي منتميين لجبهة التحرير العربية بجبيل من أهل جبيل، نعمل معرض فني، معرض تراثي فلسطيني، وصار في محاضرة أنا بتذكر أول مرة بتطل وقتها الدكتورة إلهام كلاب بساط بهاي المحاضرة، عملت محاضرة عن المرأة ودور المرأة ومشاركة المرأة في الحياة العامة. كان وقتها كتير نشاط ناجح بمنطقة تعتبر منها هالقد محبذة للعمل العربي العام. طبعا عمل نشاطات بكل المناطق اللبنانية، النساء كانوا يشاركوا بكل النشاطات اللي كانت موجودة بكل المناطق اللبنانية، دعم للمقاومة أو مشاركة، وأكيد بالمخيمات الفلسطينية. هلأ بعد هاي المرحلة صار في اتحاد المرأة الفلسطينية بلش يشتغل، وصارت التنظيمات الفدائية الموجودة بالساحة تشارك باتحاد المرأة كمؤسسة لها دورها في التعبئة النسائية. ودخلت اتحاد المرأة وانتخبت بالأمانة العامة لاتحاد المرأة، وكمان بنفس الوقت كنت عضو في اتحاد الكتاب الفلسطينيين لأني كنت باحثة بشتغل بمركز الأبحاث وبعدين بمركز التخطيط. هلأ اتحاد المرأة الفلسطينية شغلي فيه بدأ بسنة 73، انتخبت بالأمانة العامة. الأمانة العامة لاتحاد المرأة، اتحاد المرأة أولا هو اتحاد شعبي من الاتحادات الشعبية اللي شكلتها منظمة التحرير الفلسطينية كأطر شعبية لتضم قطاعات مختلفة. كان في اتحاد الكتاب، كان في اتحاد العمال، اتحاد المعلمين، واتحاد المرأة. فإحنا كنا باتحاد المرأة، بيضم كل الفئات المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية، وكان في إطار تمثيلي لها. كانت طبعا الأمانة العامة هي الضم تشرف على كل فروع الاتحاد، وفي تحتها فروع للاتحاد، هيئات مكاتب فروع بالأردن، بلبنان، بفلسطين، بالعراق، وفي سوريا، مصر كان فيها فروع الاتحاد. والأمانة العامة هي تشرف على الجميع وتضم من الكل، من جميع الدول، من عضوات بتمثل تلك الفروع وبنفس الوقت تمثل تنظيمات. وكانت رئيسة الاتحاد
فترة عصام عبد الهادي وفترة تانية ميصاية. هلا اتحاد المرأة كانت تجربة فيه، كانت كنت أنا مسؤولة عن اللجنة الثقافية، كان مقسم للجان، كنت أنا مسؤولة عن اللجنة الثقافية في اتحاد المرأة. وبعد فترة بآخر السبعينات أصدرت مجلة الفلسطينية الثائرة اسمها، كانت مكتب الإعلام، كانت مسؤولة عنه أم ناصر نجلاء سعد الدين. هلأ بهذا الاتحاد الأمانة العامة كان في مكتب تنفيذي، اللي هو لأنه الجميع ما كانوا موجودين كلهم ببيروت، كنا مكتب الأمانة العامة كنا ثلاثة، مي صايغ اللي كانت وقتها نائبة رئيس، وليلى خالد وأنا.